الألبية كاين 130 ألف وحدة سكنية وزعت على كل البرامج، وزعت على كل الولايات. اليوم لاحظوا أن فيه تأخر، حقيقة فيه تأخر، وكنا كتبنا السيدة والسادة الولاد بإعادة بعث والحثهم على التسريع في إنجاز هذه السكنات، 130 ألف وحدة سكنية في بالنسبة ل 48 ولاية. الشيء الذي أثر كثيرا هو التعطل في قوائم المستفيدين ونشرها بكل شفافية. ثانيا طبعا هناك بعض التأخر بالنسبة للتحقيقات، ليست التحقيقات المتعلقة بالبطاقية الوطنية للسكن التي يمكن إيجاد الجواب في 24 ساعة 48 ساعة بكل سهولة، ولكن كانت عندنا بعض التحقيقات بالنسبة لكونسيرفاسيون فونسيير على مستوى 48 ولاية.